طيب خلينا نروح للكره الطائره، اتحاد الكره الطائره او اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد الكره الطائره بقياده الكابتن سامح حمدي، وهو طبعا احد ابناء النادي الاهلي، طبعا حددت موعد الجمعيه العموميه الغير عاديه. طبعا كل اتحاد له الحق ان هو يحط النظام الاساسي او لائحته الاساسيه، وفي جمعيه عموميه هتكون في مطلع الشهر القادم اللي هو شهر سبتمبر، هتطرح على الجمعيه العموميه الغير عاديه بحيث انه لو تم الموافقه عليها بيتم تحويلها للجنه الاولمبيه حسب قانون الرياضه الجديد. بتعتمدها اللجنه الاولمبيه المصريه، بترسل الى وزاره الشباب والرياضه لاعتمادها ايضا ونشرها طبعا في الجريده الرسميه، وهيبقى بعديها على طول الجمعيه العموميه العاديه اللي هتجرى على اساس اللائحه الجديده، وهيتم فيها انتخاب، هيكون فيها بند طبعا انتخابات مجلس جديد. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن هذا الحدث والاستعدادات ليه وما يكونش معانا طبعا الكابتن سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هاني. الاول طبعا احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا على قناه النادي الاهلي، وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق في الوقت اللي حضرتك ادرت فيه اتحاد الطايره في وقت عصيب. شكرا لك يا كابتن هاني. كابتن احنا بنسال حضرتك ايه الاستعدادات للجمعيه العموميه العاديه والجمعيه العموميه الغير عاديه؟ هل تم ارسال الدعوات للانديه؟ يعني كلمنا عن الاستعداد لهذا يعني للجمعيتين العموميه سواء العاديه او الغير العاديه. هي ليها قصر يا كابتن هاشم. الحقيقه احنا كنا قدمنا عليها في شهر 6 وكنا هنعملها مع مصر عاديه عشان نعمل اللائحه بتاعتنا، وبعد كده نحدد الانتخابات. لكن للاسف هم اللجنه الاولمبيه قالت ان احنا لازم نعمل التصنيف بتاع الجديد عشان نعمل عليه الجمعيه العموميه الغير عاديه. تمام. بالتالي احنا الحمد لله عملنا التصنيف وبعثناه للجنه الاولمبيه، منتظرين بس هم يدونا الاوكي ان هم عملوا التصنيف، اعتمدوا التصنيف عشان احدد ميعاد الجمعيه العموميه غير عاديه. غالبا ان شاء الله باذن الله احنا في تخطيطنا نعملها في اوائل 9 او يعني الاسبوع الاول او الثاني، علشان بعد كده ان شاء الله باذن الله بعد ما نعمل اللجنه، انت عارف زي ما انت قلت يا كابتن هيثم انها لازم تروح تعتمد من اللجنه الاولمبيه وبعدين وزاره تنشرها في الوثائق، الكلام ده كله هياخد وقت. طبيعي جدا، طبيعي انه ياخد وقت اكيد. فان شاء الله اتفضل يا كابتن. بعد كده المفروض ان احنا ان شاء الله بنحدد الجمعيه العموميه العاديه علشان نعمل انتخابات بقى على اللائحه الجديده اللي احنا ان شاء الله هنعتمدها من الجمعيه العموميه العاديه. كابتن سامح انت حضرتك ماشي في اتجاهين زي ما بيقولوا بالتوازي، اتجاه طبعا اداري وطبعا احنا اتكلمنا عنه سواء جمعيه عموميه عاديه غير عاديه، وكل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق للجمعيه العموميه. الناحيه الفنيه والمنافسات الاخبار ايه؟ الدنيا ايه؟ حضرتك شايف استكمال الدوري ازاي؟ الدوري احنا بدانا خلاص، بدانا النهارده اول يوم ليه، وبدانا بالحافز الرياضي اللي هم الشباب والشابات، لان دول يهمونا اولادنا علشان يقدروا ياخدوا نمر تزودهم في الثانويه العامه بحيث يدخلوا الكليات اللي هم عايزينها ان شاء الله يعني، ودي حاجه تهمنا. بس احنا كنا مضطرين ان احنا نخلصه قبل 31/8 علشان الوزاره بتطلب النتائج قبل 31/8 عشان تقدمها لوزاره التربيه والتعليم. صحيح صحيح. يعني يا كابتن احنا طبعا بنشكر حضرتك، اكيد دول اولادك وانت بتفكر طبعا على التميز الرياضي والدرجات اللي بتضاف طبعا، وده توجه للدوله الحقيقه وده توجه جيد جدا. طب بالنسبه للفريق الاول يا كابتن، يعني حضرتك شايف المنافسات ازاي وفي ظل الاجراءات الاحترازيه اللي بتطالب بيها الوزاره؟ والله انا بعذرهم لان يعني قعدوا مده طويله ما فيش تدريبات، بس احنا الحمد لله اديناهم فتره كافيه يعني، اديناهم هنبدا الدوري بتاعنا يوم 21 تقريبا الشهر ده، فاخدوا فتره اعداد كافيه يعني الحمد لله، وهنبدا يوم 21 وان شاء الله بنخلص يعني اخر شهر 9 باذن الله بنكون مخلصين كل البطولات بتاعتنا، علشان انت عارف احنا بعد كده كابتن هيثم عندي اربع بطولات شباب وشابات وناشئين وناشئات، بطوله افريقيا مؤهله لبطوله العالم، فلازم ابدا اعد للمنتخبات باذن الله من اول شهر 10 ان شاء الله. البطولات كلها في اواخر 11 و12 ان شاء الله. ان شاء الله كابتن سامح حمدي طبعا رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره اليد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا.